السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب الموقع اللي معانا دوت يعني لسه في يوم الزيرو لاصحاب قناة اليوتيوب. اول شيء الموقع بيعطينا 2000 دوك كوين هدية عند التسجيل، ولو عملت فيديو يوتيوب واتقبل بتاخد 30,000 دوك كوين هدية للفيديو، وبكده تقدر تسحب من الموقع مجاني. غير كده اللي ما عندوش قناة يوتيوب ممكن يستثمر في الموقع، دي حاجة ترجع له براحته، عايز يستثمر يستثمر، ما يستثمرش ما يستثمرش، بس احنا هنشتغل على بونص الفيديو في الموقع ده بالذات. طبعا احنا قلنا الموقع بيدي 2000 دوك كوين هدية، للفيديو بيديك 30,000 دوك كوين. تمام يا شباب، هننزل تحت كده يا شباب، دي الخطط الموجودة في الموقع. الخطة الأولى بتبدأ من 2000 لحد 700، بتدينا لحد 7,000 بتدينا 4.2%. هنا الخطة التانية بتدينا 3.5% من 1501 لحد 10,000 أو لحد 100,000. الخطة التالتة تدينا 2.8% من 7,001 لحد 1015,000، ودي التانية ودي التالتة وهنا الرابعة والخامسة. اهم يا شباب الأربع خطط قدامنا اهمت، والخطط لمدى الحياة يعني الخطط شغالين على طول. ده هو اللي بيقول في الموقع. إحصائية الموقع يا شباب دي آلة حاسبة، هنا لو حطيت المبلغ وهنا اخترت الخطة هيقولك أرباحك هتبقى قد ايه في كل خطة من الخطط. وهنا يا شباب دي إحصائية الموقع، هنا الزيرو يوم، المشتركين، الاستثمارات والمدفوعات. هنا آخر يا شباب آخر إيداعات في الموقع. دي اسئله لو انت عايز تعرف اي حاجه، دي الاحالات 3 مستويات. هنطلع بقى يا شباب اوريكم طريقه الشغل على الموقع، ومن هنا تقدر تكلم الدعم اونلاين لو الدعم شغال. تمام يا شباب، بعد كده هنبدا بقى طريقه تسجيل في الموقع. هنيجي من هنا يا شباب ساين اب، هنحط هنا الاسم واللقب يا شباب، وهنا الاسم، وهنا الباسورد وعادة الباسورد، وهنا الايميل وعادة الايميل، وبعد كده دي كلها المحافظ، شوف المحفظة اللي هتشتغل عليها وتعين المحفظة بتاعتك وتعلم على الشروط وتعمل حفظ كده تبدأ الشغل على الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، تحط الاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. اهو يا شباب بعد ما حطينا الاسم والباسورد دخلنا على الموقع. زي ما انتوا شايفين كده حطينا 2000 دوك كوين هدية اول ما سجلنا، ودي طبعا اللوحة بتاعتنا. بعد كده يا شباب هنيجي، لو انت هتودع في الموقع بتيجي من هنا يا شباب، اول حاجة هنا رابط الاحالة بتاعنا اهو، تختار من هنا الايداع تاني خانة، تختار الخطة اللي انت هتشتغل عليها من النقطة دي كده، وبتنزل تحت يا شباب بتحط هنا المبلغ وبتعلم على المحفظة اللي انت هتشتغل عليها او هتودع بيها بالشكل ده، وبتعمل ايداع من هنا بيحولك على البنك او المحفظة اللي انت هتشتغل عليها. تمام يا شباب، بعد كده بتيجي من هنا بتعرف ايداعاتك في الموقع شغالة ازاي، الوديعة بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده يا شباب الويزدروم اللي هو السحب يا شباب بيبقى من هنا، لا الويزدروم من هنا السحب اهو يا شباب. طبعا بيبقى شكل المحفظة بالشكل اللي قدامنا دوت، ولو ليك رصيد بيبان في الموقع، بتيجي هنا بتلاقي نقطة بتدوس عليها قدام أي محفظة وبتلاقي الرصيد عندك ظهر في الخانة دي، بس للأسف مفيش رصيد عندي زي ما انتوا شايفين، الرصيد لسه صفر. بعد كده يا شباب من هنا يا شباب تعرف الإحالات الخاصة بيك، لو ليك إحالات في الموقع هنا هتلاقي مجموع الإحالات اللي هي خاصة بيك، مفيش لسه برضو احالات، لسه الموقع طازة. ومن هنا
البنار لو انت عندك مدونة او موقع وعايز تاخد البنار بالشكل ده او بالشكل دوت، بتاخد البنار وبتنشره عندك في الموقع او في المدونة، بيظهر بالشكل دوت وتقدر تجيب عليه احالات ليك. بعد كده في من هنا تحرير الحساب لو انت عايز تضيف محفظة او اي حاجة الموقع، غير اي حاجة في الاعدادات بتاعتك بتغيرها وبتعمل سيف. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الناس اصحاب قنوات اليوتيوب يستغلوا الموقع دوت. وبكده اكون انتهيت الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.